لم تستحي من الله وتخاف عاقبة الليالي. عروض تربوية تهدف إلى توطيد العلاقات الإنسانية أكثر فأكثر، هو الدرس الذي تعلمه الأطفال بمسرحية الأصدقاء، وهذا على مستوى دار الثقافة مالك حداد، حيث الاستفادة والتفاعل والموعظة حاضرة هناك. تحكي على طفل طائع وجوجونات كانوا بيلعبوش معاه طفل ثاني ويلعبوا مع بعضهم كامل غيرهم وميلعبوش معاه. كما طاح الطفل هو قاعد يهز هذوك ويطيش فيهم. اختتام عطلة الربيع مكن الأطفال من الاستمتاع أكثر فأكثر بالعروض المسرحية المقدمة، لا سيما من طرف الجمعيات الفنية المشاركة والتعاونيات التي تظل تبدع لإضفاء الفارق الحقيقي. تحكي المسرحية على زوج صحاب يلعبوا مع بعضهم وواحد ما يلعبوش معاه، إنه هو ديما يرمي الأوسخ ما يحافظ على البيئة. حاجة مليحة كي داونا مسرحية في عطلة الربيع. عجبتني المسرحية عطلة الربيع باش نعقبوا لي فاكونس تاعنا ونبدلوا روحنا شوية. وبمثل هذا العرض المسرحي يكون الأطفال قد غادروا العطلة الربيعية بطاقة متجددة تمكنهم من مباشرة الدراسة بحماسة.